في النهاية يا أستاذ محمد إحنا مش لازم ننكر، وأنا بفكر نفسي ده طول الوقت، إن إحنا في بلد فيها أكثر من 100 مليون بني آدم، وإن الناس دي من حقها إن يكون عندها مطالب، من حقها إن هي تحس بالاستقرار، من حقها إن تحس بالأمن، بوجود رغيف العيش، يعني عارف حاجة، بوجود المتطلبات الأساسية ليها. فلو أنا عملت الثورة وما عرفتش أحقق مثل هذه المتطلبات الرئيسية، هفقد ثقة الشارع ودعم الشارع، دي مسألة ما فيهاش شك. فيعني طيب إحنا جينا في 23 يونيو كان المهلة الأولى من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها بأنه في أسبوع الناس تقعد وتتفق، وبعدين جينا يوم 1/7 خلاص الناس طلعت في 30 يونيو بالملايين، الرسالة كانت واضحة. في يوم 1/7 جدد القوات المسلحة مهلة أخرى 48 ساعة أنه الناس تتوافق، ولحد اللحظة الأخيرة كانت في اتصالات لأنه الرئيس الإخواني يستجيب للمطالب، يعني الناس كانت تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، بأنه يعني برحيلهم. يعني إزاي تم حضور جبهة الإنقاذ في مشهد 3 يوليو؟ يعني إحنا قدام مشهد كان في الشيخ الأزهر، كان في قداسة بابا تودروس، كان في ممثل من حزب النور، كان في ممثل المرأة الأستاذة سكينة فؤاد، شباب تمرد موجودين، وكان الدكتور البرادعي موجود كممثل لجبهة الإنقاذ. إزاي تم التنسيق لحضور الدكتور البرادعي؟ يعني أنا عايز أبتدي الأول باليوم العظيم اللي هو 30 يونيو تمام. اللي هو إحنا يعني حشدنا فيه بكافة الأشكال، وكان يوم رائع. أنا فاكر جدا إن أنا انطلقت مع الدكتور محمد البرادعي والأستاذ عمرو موسى والأستاذ حمدين صباحي، دكتور محمد ابو الغار، كل القيادات، بقول للدكتور الاستاذ منير فخري عبد النور، وكل قيادات جبهة الانقاذ، يعني عارف هيك اللي كانت موجوده وقتها من جامع مصطفى محمود، مشينا لغايه ميدان التحرير، وكانت صوره هي الاقرب لينا اليوم 25 يناير والمراحل اللاحقه، واليوم 28 يناير الحشود اللي هي ممتده ومن اول الجيزه. دكتور البلدي وقتها طلع من الاستقامه ولا من جامع مصطفى محمود؟ ده 25 يناير ده كان من الاستقامه. لكن مصطفى محمود انا كان في 30 كان يوم 30 يونيو مشينا من اول مصطفى محمود خدناها لغايه ميدان التحرير، وكان طبعا يعني تذكر المنظر موجود على كوبري قصر النيل، واحنا داخلين على ميدان التحرير كان الحشود عارمه وقويه جدا بما ينفي تماما طبعا وجهه نظر اللي عبر عنها الاستاذ خيرت الشاطر ان دي هتكون مجرد مليونيه عاديه، لانه يعني عارف هيك، لان انا في 30 يونيو شفت مناظر ما شفناهاش في وقت الثوره، لان في وقت 30 يونيو يعني بالفعل كان الكل متلاحم مع الكل. يعني عارف هيك ازاي، يعني حتى لما احنا لو تتذكر هيك نعدي قدام اقسام الشرطه كان الضباط والجنود اللي لا صحيح انت مصر بمعنى مصر كلها ما عدا فصيل الاخوان كان موجود في 30 يونيو بالظبط، يعني في 25 يناير كان في اللي هم مع مبارك واللي كان ضد مبارك، وممكن لو نزلت مناطق معينه في القاهره الناس تبقى زعلانه منك علشان انت مؤيد لثوره يناير، لكن في كان في فئه كبار السن مش راضيين عن اللي بيحصل، الخطاب بتاعه العاطفي بتاع، لكن 30 يونيو لا 30 يونيو كان يعني فعلا حاله من الاجماع، شيوخ، شباب، رجاله، ستات، مسلمين، مسيحيين، يعني عارف حضرتك مختلف الفئات بتاعه المجتمع، رجال اعمال، يعني عارف حضرتك احنا كان بيجي رجال اعمال ويجي يقولوا لنا في كابيتال طب احنا نعمل ايه طيب علشان ندعم 30 يونيو، مش عارف نعمل، عارف حضرتك ازاي، واحنا يعني طبعا يعني الحمد لله مش زي الاخوان ما عندناش المشاريع العارمه الجارمه بتاعتهم بالوعود بالحاجات الوعود بالحاجات ديت، فيعني يعني ما جاتش بالطريقه دي، بس هو ده كان بالنسبه لي another يعني دليل اخر على صحه الموقف اللي احنا واخدينه، ان هو حاله الاجماع والاتفاق اللي موجوده دي فيما عدا زي ما حضرتك قلت انصار جماعه الاخوان المسلمين، ده كانت شيء لافت للغايه، يعني عارف هيك ازاي، رغم انه كل التطورات اللاحقه اللي ممكن تكون تلت ذلك ممكن ما يكونش الواحد راضي عنها بالضروره، بس ده يوم 30 يونيو يوم مشهود له بكل تاكيد.